1,000 Palestinians face one of the single biggest expulsion decisions since the Israeli occupation of the Palestinian territories began. هاي قصة عن القوة. أنا اسمي باسم. مسافر يطا هي المكان اللي كبرت فيه. بداية تصويري هي بداية نهايتنا. جرفات؟ أنا متلم أدخل. يهودي في صوت بيطلع يعني مش ناس قاعدين يعني مش يعني فيش بني ادمين شوف دخلوا This is what's happening in my village now soldiers are everywhere فلم يا بشر يكون كثير حلو إذا بصير سفارة بعدين أنتوا بتيجوا تزوروني مش أنا بزوركم ولا لا؟ ولا شو تفكر؟ لو أنت مكاني شو تفكر؟